بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا أيضا أن نعلن اليوم ومن هذا المسجد الطيب المبارك إنشاء مشروع مسجد استقلال إندونيسيا الكبير في غزة، حيث أن هذا المسجد سيكون منارة لأهل غزة ليعرفوا عن ثقافة أهل إندونيسيا، ولأن كما يقول أهل إندونيسيا أن لأهل فلسطين في رقبتهم دين، ألا وهو أن أول دولة اعترفت باستقلال إندونيسيا هي دولة فلسطين. وإن شاء الله تعالى يكون هذا المسجد منارة وعونا لإخوانكم في فلسطين حتى ينالوا استقلالهم وحريتهم، وسيكون هذا المسجد بإذن الله تعالى منارة لحفظ القرآن الكريم وتعلم علومه وتعلم السنة النبوية وكل علوم الإسلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.